تعالوا نشوف شو ممكن نعمل ب$100 في لبنان. حننزل في الزيب لاين بالشلال الساحر، بتعطيك بوزيتيفيتي. شكرا لبنان. أجمل سدود في لبنان سد مسيلحة. عشان يكون يومك حلو لازم تبدأ بفطور حلو. جينا ناخذ الكنافة اللبنانية. تعال معي. بونجور، كيفك؟ الحمد لله. كم حق الكنافة؟ $3. أوكي. يم يم. شكرا. كنافة لبنانية $3. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم يومك بمية. احنا اليوم في لبنان، شوفوا ما شاء الله الطبيعة وما شاء الله الطقس رائع جدا، حنقضي يوم معكم يكون بيرفكت. تعالوا نشوف شو ممكن نعمل ب$100 في لبنان، خليكم معنا. جينا البلوع بلعة، فيها أجمل شلالات لبنان، تعالوا نكتشفها مع بعض. السلام عليكم. كيف حالك أختي؟ كم التيكت؟ 50,000 لبناني. 50,000 لبناني، تفضل. 50,000، الله يحفظك، شكرا. التيكت ب$50,000 لبناني يعني تقريبا $0.5. يلا نكتشفها مع بعض. أول شيء نبدأ به حننزل في الزيب لاين ونطلع في التليفريك. يلا نجربها مع بعض. إحساس لا يوصف. صراحة إحساس رائع جدا. أهلا. صراحة إحساس رائع جدا. نزل بكم؟ نزل بس $3، نزل طالع $5. إحنا حنطلع. هذه $5. شكرا. يلا كمل. الله يحفظك. لعشاق الطبيعة هذا هو المكان اللي لازم تزوروه لما تجوع لبنان. هذا الشلال صنفته جريدة The Gardens بالشلال الساحر، وصراحة ما كذب، استمتعوا بالمنظر الله يخليكم. بعد أن استمتعنا بالطبيعة نستمتع بشيء وسط الطبيعة ب$0.5. خليكم معنا، حروح مكان ثاني بعد شوي.
جينا نكتشف أكبر غابة أرز في لبنان، تعالوا نكتشفها مع بعض. أهلا. مرحبا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. بدنا ندخل، بكم الثمن الدخول؟ هون الدخول في محمية أرز تنورين هو $5 للأجانب. أيوة. و2 دولار لللبنانيين. لبنانيين، أوكي. أنا بدفع $5. الدخول $5. يلا نكتشف مع بعض. هذا بتسمى صمغ شجرة الأرز، في رائحة الأرز. صراحة بتحس إحساس ليس له مثيل، بتحس بنفسك مغمر بالبوزيتيف إنرجي، مغمر بالحياة. صراحة الطبيعة في لبنان شيء بجنن. بيقولوا أنت لما تأخذ يعني شجرة في حضنك بتعطيك positivity. شكرا لبنان. الناس اللي بتحب الطبيعة، اللي بتحب المشي، تعالوا على هذه المحمية، من أحسن ومن أكبر محميات والغابات اللي فيها الأرز طبيعي. يعني تعالوا وحتنبسطوا، حتحسوا بإحساس يعني كأنك بتجدد نفسك. يلا نروح من هون، نروح لمكان تاني، خليكم معنا. بعد أن شفنا الطبيعة جينا نعمل لفة بالمطور في باترون. صراحة منطقة رائعة جدا، تعالوا نكتشفها مع بعض في المطار. صراحة الجولة رائعة بالمطار، بتخليك بتحس بحرية كبيرة. وصراحة منطقة بطرون منطقة رائعة جدا، أول مرة بزورها وبدعوكم أنكم تجوا تزوروها، رائعة جدا حتعجبكم. الجولة بالمطار كلفتنا $7، وشيء مهم جدا لازم نقوله للمشاهدين أن الجاكيت بتاع الكاميرامان. يلا نكمل جولتنا. خلصنا جولتنا في باترون، تعالوا نكمل رحلتنا، خليكم معنا. كيف شعراتي؟ شعرات سولو. جا
جينا لسد من أجمل السدود في لبنان، سد مسيلحة رائع جدا. حنعمل جولة في البوت، تعالوا معنا. هذا البايلوت من أحسن البايلوتات في لبنان. نورتنا. الله يحفظك. حنعمل جولة في البوت يا حبيبي البوت. لقد وصلنا بمشيئة الله في أمان، ممكنكم أن تنزلوا. صراحة سد المسيلحة في بطرون سد رائع جدا، وأدعوكم أنكم تجوا تزوروا هذه المنطقة لأنها تستاهل ومنطقة رائعة جدا. الجولة بالبوت كلفتنا 30 دولار، وصراحة بيني وبينكم تستاهل أكثر لأنك بتعيش أشياء مش هتعيشها في مكان تاني. يلا خلونا نروح للمرحلة الثانية، ما تروحوا لأي مكان، خليكم معنا. انتوا حتفضلوا معانا بس انا اللي حروح. هاكل لوحدي. بعد ان قضينا يوم رائع جدا في لبنان جينا نتعشى، قلت لكم اهم حاجه العشاء، جينا نتعشى. هذا العشاء حيكلفنا 30 دولار، وتخيلوا بعد كل اللي عملنا في لبنان لسه فاضي معانا 19 دولار. وصراحه قضينا يوم رائع جدا. اشوفكم في الحلقه الجايه، ودايما ما تخلوا يومكم بمية، خلوا يومكم 100 100. السلام عليكم.